طب نسمع الآن استحباب ذكر دعاء السفر. المسافر دائما عنده ذكر لله فدعاؤه مستجاب، وبالتالي أيضا هو دائما يفكر بذكر الله، ومنه عند الرجوع. احنا درسنا وقرأنا دعاء السفر الذهاب، هو نفسه لكن فقط زيادة في ايش؟ أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وبس تقرب وتقترب من المدينة اللي انت ساكن فيها بتكرره حتى تدخل المدينة. يعني زينا احنا مثلا راجعين بر جهة القسطل، بنحكيه ومنكرره الا احنا شابكين في غمدان وما شابه، منتزه غمدان، وقتيتها انتهى السفر. طبعا لسكان صويلح لا لسه بده يطول شوي، اللي سكان الزرقاء لسه هذا موضوع اخر ما وصلناش، وهكذا. نسمع الان. نعم. باب استحباب ذكر دعاء السفر عند الرجوع، وهو ما سبق ذكره ونعيده هنا من باب الإفادة والتذكير. فنقول إن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعكاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهم وزاد فيهم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي حديث أنس فائدة أخرى، وهي: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة.